هل سين دبلنا حدا من الزملاء نستناه ولا خلاص بلش؟ دكتور راح أخبرهم أن راه بلشنا. خبروا الزملاء إن شاء الله، إذا كمان في زملاء سنة سادسة سنة خامسة كمان. تمام إن شاء الله. دكتورة آسيا كمان بتقول إنه صار في لوجن شيرينج، أنا عملت شيرينج أوريدي. طيب. ماكس is a 3 month old boy seen in the community by his general practitioner. يعني ماكس عمره هذا طفل 3 شهور تم مشاهدته بواسطة الطبيب العام. He developed a runny nose and a bite of cough 2 days ago. شوية سعلي وانفع بشر. He become progressively more chesty and has now gone off his feet and is having far fewer wet nappies. يعني الولد بطل يرضع منيح وببقى يسوي يبول منيح. He has 2 older siblings who also have colds. عنده أخين أكبر منه، اثنيناتهم عندهم قريب رشح common cold. He has born at 34 weeks gestation. هو انولد على الأسبوع 34 فهو شو؟ premature خديج. But had no significant neonatal problems. Okay, زملاء. And also went home at 2 weeks of age. بعد أسبوعين خرج من الحواضن ورجع البيت. Both parents smoked but not in their house. الأبوين بيدخنوا بس مو بالبيت. His mother had asthma as a child. أمه كان عندها ربو لما كانت طفلة صغيرة. Examination. Max is miserable but alert. His way is clear. الطفل تعبان. Miserable يعني تعبان كتير. عايف التنكي إلا شوي. But alert لكنه يقظ. His way is clear. طرق تنفسية نظيفة. He is febrile. عنده حرارة 37.8. And has come copious clear nasal secretions and a dry wheezy cough. سألته ليش فيه وعبشر انفه. His respiratory rate 56 per minute, breathes per minute with tracheal tug يعني انسحاب الرغامة and intercostal and subcostal recessions. عنده انسحاب فوق القص وتحت الأضلاع. And auscultation, there are white separate fine crackles and expiratory wheezes. عنده وزيز قصبي وعنده خراخر منتشرة نعمة. The reminder of the examination is unremarkable. فحصه كان كويس ما في شيء. Questions: What's the most likely diagnosis? What's the commonest causative organism? What are the indications for referral to hospital? What's the management in hospital? هاي حالة شائعة موجودة هلا بالفصل عنا. عم نشوف كتير حالات بالمشفى بهذا الوقت. هاي الأسئلة وهي الحالة شائعة جدا. بدي من حضرتكم تبدأوا بالإجابة بعد إذنكم على هاي الأسئلة. تفضل. تفضلوا الزملاء. الدكتور السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام دكتور. هلا احنا بشكل عام مثل الحالي يعني هذا بدايه مثل بدايه فصل الشتاء بيكون في رشح وارتفاع حراره، فالتشخيص هو التهاب يعني فيروسي تمام، اما رينو فيروس او اللي بسبب رشح مثلا هذا الأشياء. كويس. يعني هيك الالتهاب فيروسي يعني محدد لذاته. طبعا لا. ما بنعطي غير علاج عرضي مسكنات وانخفاض حرارة. ايش من فيروس الأشياء ممكن يكون؟ هل هو مثلا البرق انفلونزا، انفلونزا اي، انفلونزا بي، رينو فيروس، ميتانيمو فيروس، رينو فيروس؟ على حكي انا بعرف انه اللي بسبب رشح هو رينو فيروس عند الكبار، بس ما بعرف اذا عند الاطفال نفس الشيء.
بس شوف دكتور الولد قال لك انه الولد صار تعبان مزربل، شايفه مزربل، بعدين صار في عنده ويزنج وكف وصار عنده سحب، فهذا ممكن يكون فيروس الصدر اسمه نحن بنسميه، عمره 3 شهور، اللي هو ممكن يكون فيروس مثلا له اسم خاص اذا حدا بيعرفه. RSV. ممتاز، ممكن يكون RSV، ممكن RSV، ممكن ادينو فيروس، ممكن براء انفلونزا، انفلونزا. برافو دكتور. طيب هاي الحالة هي بريكولايتس. Max has a characteristic clinical features of acute bronchiolitis. Seasonal viral illnesses occurring from early autumn to spring, principally affecting infants. يعني هذا التهاب سبات شعرية، هو مرض فيروسي فصلي بصير من بداية الخريف وحتى الربيع. The common causative organism is respiratory syncytial virus RSV, which is responsible for about 80% of infections resulting in hospitalization. 80% من الأطفال اللي بيناموا بالمشفى بيكون سبب اللي عندهم هو مين؟ هو الـ RSV. In hospital, a nasopharyngeal aspirate, NBA, may be sent for viral immunofluorescence for polymerase chain reaction to test for RSV and other respiratory viruses, such as rhinovirus, human metapneumovirus, and influenza. This is largely for infection control and epidemiological purposes and doesn't affect ticket management. نبعت عينة مسحة، بناخذ مسحة من الأنف أو من الفم مشان نعمل لها PCR، ممكن نتقصى الرينوفيروس، الهيومن ميتانيموفيروس أو الإنفلونزا. هذا ما يأثر على العلاج، ولكن هو لأغراض إنتانية وبحثية وإبيديميولوجية وبائية. Around 2-3% of all infants are admitted each year with RSV bronchiolitis, but many more are managed at home. حوالي 2-3% بنقبله بالمشفى، بس الأغلبية بيروحوا بيتعالجوا في البيت. Prevention is possible with an RSV monoclonal antibodies, Bevacizumab, Bevacizumab, هذا وقاية. But this is reserved for high-risk infants, such as oxygen-dependent survivors of prematurity, as it's extremely expensive. There is currently no vaccine available. يعني ما في لقاح خاص للRSV، ولكن في الضاد وحيد النسيلة اسمه البليفيزوماب، بنعطى للأطفال الخدج أو اللي بيعتمدوا على الأكسجين لأن سعره كتير غالي. هذا الجدول المحطوط الindications for hospital referral كتير ضروري نحفظه، يعني هذا سؤال هام جدا. ما هي استطبابات قبول الطفل في المشفى؟ أول شيء apneic episodes، هو بتوقف التنفس أو هو بانقطاع النفس. Commenced in babies less than 2 months and maybe presenting features. ممكن يجي الولد بس إنه نفسه مقطوع أو عنده زرقة أو نوبة توقف التنفس بدون ما يجي بقصة سعلة ورشح وغريب. هذا سبب قبول في المشفى. Intake less than 50-75% of normal in the preceding 24 hours or clinical dehydration. إذا الولد متجفف سريرياً 5% وأكثر 7% يقبلوا بالمشفى. إذا كان عم بياخذ نص حاجته أو ثلاث أرباع حاجته، يعني مثلا هو كان يرضع، لنفرض مثلا بيرضع 120 ملي، إجا هلا عم بيرضع 60-70 ملي، يقبلوا بالمشفى فورا، يعني هذا راح ينشف يتجفف. السبب الثالث هو central cyanosis or and oxygen saturation less than 92% in the ear. الولد عنده زراق مركزي في اللسان والشفتين أو مستوى الإشباع في الأكسجين أقل من 92%. الاستطباب الرابع severe respiratory distress، شدة تنفسية شديدة، grunting طحة، nasal flaring رفيف جناحي الأنف، severe resection سحب شديد، respiratory rate more than 70 per minutes، إذا كان عدد مرات تنفس أكثر من 80 في الدقيقة خلاص هذا قبول. congenital heart disease، مرض قلبي خلقي مرافق، pre-existing lung disease or immunodeficiency، يعني مرض رئوي موجود سابقا او مضاعف مناعي الطفل، significant hypotonia يعني رخاوه واضحه كثير، and other neuromuscular disease like trisomy 21 less likely to cope with respiratory compromise، مثل متلازمه داون او طفل عنده ووردنج هوفمان
أو رخاوة مركزية أو رخاوة عضلية عصبية. Survivor of extreme prematurity، الناجون من الخداجة الشديدة يعني خديج كتير. Social factors، العوامل الاجتماعية يعني الأم ما خرجت تدير بالها على الولد، الأم غير موجودة، برد كتير، شوب كتير، عدم وجود التدفئة، عدم وجود التغذية، عدم وجود إمكانية تبقى الأم مع الطفل. هي كلها أسبابات لقبول الطفل في المشفى، هي كتير هامة. متى تحيل الطفل إلى المشفى عشان القبول؟ Babies usually deteriorate over the first 48 to 72 hours. الأطفال الرضع هدول البيبيات ممكن خلال يومين ثلاثة يدهور وضعه. Hence لذلك there is a low threshold for admitting any baby less than 2 months of age on day 1 to 2 of their illness as they may deteriorate and become exhausted and apneic. تحت الشهرين ما بتغامر أبدا، ممكن خلال يوم يومين يتبهدل وضعهم ويدخلوا بتعب شديد وقطع نفس ويتوفى الطفل أو يصير عنده اختناق. Management is supportive، التدبير داعم ما في علاج نوعي. Are rarely indicated apart from a MBA. Chest X-ray is needed only if the clinical cause is unusual and often lead to unnecessary antibiotic prescriptions. يعني ما بتعطي صدات إلا بالضرورة القصوى في استتباب، وصورة الصدر ما بتعملها إلا إذا كان في شيء غريب على الصورة السريرية التهاب قصيبات الشعرية، مثل if infant has temperature more than 39، إذا حرارته أكثر من 39، أو super added bacterial respiratory infection is suspected، أو صار في عنده super infection إنتان إضافي لإنتان فيروسي، صار في إنتان جرثومي بالنيموكوك أو هيمافلس إنفلونزا أو المراكسيلا أو الكتر اللي هي إلى آخره. Oxygen saturation should be kept at more than 92%, and the infant should be a nasogastrial fed if they cannot maintain more than 50% of normal intake. لازم تركب له انجي تيوب تفش له الحليب أو الأكل أو الحليب الوالدي، عفوا هم في أكل، إذا كان الوارد الفموي أقل من 50%، يعني هو الولد بيخسر أكثر من 50% ما بيحسن يرضع، فبتعطيه إنجي تيوب. السوائل الوريدية هي أساسية جداً. Intravenous fluids are used in severe cases. All fluids are restricted to two-third of maintenance. Nasal and oral sections is helpful. ما بتعطي حاجة كاملة 100%، تعطي تلتين الحاجة يعني 66% 70%. عشان ما يصير فرط حمل تنفسي. There is no evidence that inhaled bronchodilators, inhaled adrenaline, oral or inhaled steroids, inhaled hypertonic saline or leukotriene receptor antagonist would defy the clinical cause or may be an important outcome such as the need for mechanical ventilation or the length of hospital stay. لا يوجد دليل واضح على أنه الإرزاز السيروم الملحي المرتفع التوتر عالي التوتر أو الكورتيزونات مثل مثلا بوتزونايت فلوكسيتايد أو بولميكورت أو إرزاز الأدرينالين أو إرزاز الفنتولين أو الموسعات القصبية أو مضادات مستقبلات الليكوترين مثل مثلا خلينا نقول مثلا حقيقة مونتيلوكاست إلى آخره، لا يوجد دليل على فائدتها ولكن تستخدم، ولا فائدة سريرية لكن غير مثبتة علميا. حتى أنه بعض أنه هي الحالات ممكن تعدل من كسير الكورس او ممكن تعدل، يعني الارزاز اللي اعطته للولد لو الولد تعبان وراح يدخل يدخل على المنفسه غالبا راح يدخل، او راح يدخل على الدعم التنفسي غالبا راح يدخل، ارزازات ما راح تاثر ايجابا على العلاج. لذلك من ناحيه وجهه نظر اكاديميه علميه الابحاث بتقول ما في داعي للارزازات، لكن من ناحيه الارض الواقع حتى باغلب دول العالم حتى بامريكا وحتى باوروبا بيعملوا ارزاز للولد وبيعملوا له سحب المفرزات وممكن يعملوا له دعم تنفسي وهو مفيد. تمام زملاء؟ هلا غازات الدم capillary blood gas CBG غازات الدم الشعرية من أخمص من الهيل تبع الولد should be checked if the infant is deteriorating. لازم تعمل غازات دم شرياني إذا الولد تبهدل وتدهور يصير عنده حماض تنفسي respiratory صح يا جماعة acidosis. لكن بس ايوه تفضل.
حكيم، بس الإرزاز هون بيكون يعني سيروم ملحي ولا سالبوتامول؟ دكتور، هو الإرزاز هون المرجع بيقول ما في فائدة من الإرزاز أبدا، لا السيروم الملحي ولا السالبوتامول ولا الأدرينالين ولا الكورتيزونات، لكن على أرض الواقع بشكل عملي كل المدارس العلمية تستخدم الإرزازات. الإرزاز بالسيروم الملحي مفيد، الإرزاز بالفنتولين مفيد، الإرزاز بالأدرينالين مفيد، بس الإرزاز بالكورتيزون ما كثير مفيد بالنسبة للبرونكولايتس. هاي من خلال التجربة السريرية ومن خلال المدارس العلمية اللي بتقدم هذا الشيء، لكن هاي المدرسة البريطانية خدمة لنا الكتاب نحن بتقول إنه ما في إجماع عالمي على هذا الشيء، ولذلك ما له فائدة كتير. No evidence that inhaled bronchodilators could be helpful، يعني ما بتفيد كتير. عرفت شلون دكتور؟ لكن بالممارسة السريرية نحن نستخدمه وفي فائدة. إذا حتى الأهل مثلا الأهل بيقول لك دكتور إيه ما عملتوا له شيء، يعني إيش ايش بدك تعطيني دواء للبيت، ايش بدك تعطيني دواء للبيت، هات لاشوف، ما في دواء صح، ما في دواء. بدك تعطيه ارزاز ممكن يتحسن الارزاز، لكن ممكن تجي دراسات لاحقا تقول والله في فائده، لكن من ناحيه وجهه نظر عمليه الامور جيده، لكن انت اذا سالت سؤال بالامتحان ما له فائده. هلا غازات دم الشرياني ممكن تعملها. Every season a small proportion of infants need high dependency or intensive care. Most respond well to continuous positive airway pressure CPAP, avoiding the need for intubation and mechanical ventilation. في نسبة معينة من الأطفال كل فصل بصير في عندهم الحاجة الضرورية الماسة للدعم التنفسي بالسباب. السباب هو عبارة عن الضغط الإيجابي في نهاية الزفير المستمر، الضغط المستمر، ضغط الطرق الهوائية المستمر في نهاية الزفير، هذا كتير فعال وكتير كويس. هذا ما بنحط أنبوب رغامي في حنجرة في رغام الولد، لا، مجرد نحط شوكة أنفية ومنوصل على جهاز السباب، كتير مفيد. هذا إذا حطيناه بيعمل وقاية ممتازة وتجنب الوصول إلى مرحلة الدعم بجهاز التنفس الصناعي اللي هو ميكانيكال فنيليشن. هلا infants are discharged when they are well enough to continue recovering at home, but many outline to cough and wheeze for weeks afterward and get similar symptoms with subsequent upper respiratory tract infections. نحن مخرج الولد على البيت لما بيخف سعالته شوي ولما بصير يرضع كويس بدون ما عنده طحة ولهتة وشدة تنفسية، بس ممكن يضل يسعل فترة أسبوع أسبوعين جزء ثلاثة وضل صدره يوز، هذا ما في مشكلة عليه، خليه يتخرج على البيت. وقاعدة التجربة بتقول يوم يومين بروح على البيت البلد، most likely بيطيب الولد خلال يوم يومين التهاب قصبات الشعرية، most likely يعني بالأغلبية الأعظم العظمية vast majority ما بيحتاج صدات حيوية. Respond to conventional asthma treatment is variable. Conventional asthma يعني إنه هو العلاج التقليدي للأزمة بيختلف، يعني أنت بجوز تعطي الولد على البيت كورتيزونات إنشاقية، بجوز تعطيه مثلا إرزاز سالبو، بعض الأطفال بيستفيدوا بعض الأطفال ما بيستفيدوا، لكن نحن بنعطي بصراحة، أنا بعطي بيعطوا أساتذتنا وبيعطوا المدارس العلمية كتيرة بتعطي تبخيرات يعني إرزاز على البيت ثلاثة أيام فنتولين. طبعاً نصيحة مثل ما قلت لكم الرجاء الماضي ما تعطي إرزاز أدرينالين. Exposure to tobacco smoke must be avoided. ما بصير أهلي دخلوا بالبيت ولا بصير أرجيلي ولا بالغرفة الثانية ولا غرفة الثالثة. النقاط المفتاحية والأساسية النقاط الذهبية. Bronchiolitis is a clinical diagnosis. Bronchiolitis تشخيصه سريري ما في داعي على صورة الصدر. Numerous well conducted studies have shown no benefit from any drug intervention in acute phase or in the prevention of long-term sequelae. العديد من الدراسات بتقول انه ما في فائدة من الموسعات القصبية في مرحلة العلاج الحاد او مرحلة الوقاية. RSV monoclonal antibodies, bevacizumab, may be given for prevention of high-risk infants population, but the cost of widespread use outweigh of the benefits. يعني تكلفته للbevacizumab أكثر بكثير من الفائدة السريرية للأطفال، فلذلك يحتفظ به للعلاج بحالات الخدج، الحالات التعبانين اللي ممكن خلوا عجاز تنفس فترة منيحة بالحواضن وطلعوا لبرا، الوقاية من إصابتهم فيه، لأن إذا انصاب الخديج بالRSV ممكن يدهور رضعه سريريا ويدخل على المنفس. تمام زملاء؟ في سؤال لحد الآن؟ حكيم بس سؤال عن هاي الحالة. يا ما
حكيم، نحن ليش استبعدنا ذات الرئة؟ حكيم، ممكن يكون ذات رئة؟ أي دكتور، أنه هو most likely الحالة هي التهاب قصبات شعرية وليس ذات رئة. أول شيء العمر 3 شهور. اثنين، في قصة بدأت على شكل راني نوز وانتان تنفسي علوي، وبعدين صار في عندك وزيز سعال جاف، صار في عندك أيضا طورت الأعراض لسحب وزيادة عدد مرات التنفس. هاي كلها ممكن تصير بذات الرئة. هون انت شوف دكتور، بالنسبه للاكزامينيشن قال لك اسكالتيشن بالاصغاء شو قال لك؟ باقي الفحص قال لك اول شيء ريمايندر اكزامينيشن ان ريماركبل. الاسكالتيشن قال لك يوجد انتشار للخراخر الناعمه مع وزيز تنفسي منتشر في كل الرئتين، والعمر 3 شهور. وهو كان عنده قصه خداجه سابقا، وصارت تدهور أعراضه السريرية، وصار في عنده رفض رضاعة. التشخيص الأشيع في هذا العمر هو التهاب قصبات الشعرية. تشخيص تفريقي اللي بعده هو ممكن ذات الرئة والقصبات. تشخيص تفريقي اللي بعده ممكن ذات الرئة الفصية، من هي مستبعدة بهذا العمر. تمام؟ التشخيص اللي بعده ممكن إذا بدك تقول بلمونري إديما وذمة رئة، مستبعدة كثير لأن في قصة تانية واضحة. أما بالنسبة للحرارة، إنه هي الحرارة صارت مثلاً 9 كانت 37 وبعدين صار في عندك حرارة مثلا يعني ممكن ارتفعت مثلا وصارت 39، فممكن ترتفع درجة الحرارة وما في مشكلة يعني بالنسبة لالتهاب قصبات شعرية. وبالأساس هو inflammation. inflammation ممكن ترتفع درجة الحرارة كمان يعني بهالدرجة. ممكن كمان بذات الرئة تكون مرتفعة بشكل أكبر. ذات الرئة إذا صارت بهذا العمر تكون بالأغلب ذات الرئة وقصبات، التهاب قصبات شعرية، ذات الرئة وقصبات ممكن كومبليكيشن التهاب بكتيري، لكن بتكون غالبا ذات الرئة إلى محددات معينة. حالة بتكون توكسيك أكثر، انسمامية أكثر، ممكن تسمع خفوت أصوات بمكان معين أكثر من الثانية نتيجة الكونسوليديشن الموجود. التنوع الفصلي والإصابة الفصلية كمان إلى دور كتير كبير بأنه ترجح most likely كفة التهاب قصبات الشعرية على كفة ذات الرئة والقصبة، لكن هو يبقى تشخيص تفريقي. لكن لا تضع الصدات كنصيحة يعني، طالما حالة الطفل ليست توكسيك حالته متوسطة يعني. تمام دكتور، وصلت لك؟ أنا كاد أنه الفكرة أنه ممكن نطلب صورة السطر عشان ما نأخر التشخيص يعني نكسب الوقت. لا دكتور، لا تطلب صورة الصدر، لأن تشخيص التهاب قصبات الشعرية تشخيص سريري لا يحتاج إلى صورة صدر. إذا كنت حضرتك موجود معنا من بداية الحالة، أو إذا انضميت أنت مؤخرا، شوف هنا بيقول لك chest X-ray is needed only، فقط مطلوبة إذا clinical course is unusual، السير السريري غير واضح عليك كطبيب، often lead to unnecessary antibiotics prescription، فما توصف صدات. إيمت أنت ممكن تمشي باتجاه ذات الرئة؟ blood test are only required، حتى لا تطلب تحاليل، مطلوب فقط لإذا تشخيص حالة ذات الرئة وانسمام الدم والسبسيز في حال كان درجة حرارة أكثر من 39. شايف دكتور شفته؟ هون بتطلب respiratory panel للبكتيريال respiratory infection، ممكن يكون جرثومي. لا، أنت الصورة السريرية اللي إحنا حطيناها ما بتمشي أبداً مع الجرثومي. فالحرارة أقل من 39 و
الصورة السريرية واضحة والطفل 3 شهور، فما في داعي لصورة الصدر، ما في داعي للتحاليل، ما في داعي للصدات الحيوية. 3 شغلات خلينا نركز عليها: الصورة شائعة، الصورة واضحة، هذا تهيب قصبات شعرية حتى يثبت العكس. أنت بتحط الولد عندك وتبلش علاج، والولد خلال 24 ساعة بلش يتحسن. أما إذا تدهور وضعه، صارت حرارته أكثر من 39، الولد صار في عنده علامات شديدة انسمامية، الولد صار في عنده ليثارجيك، صار في عنده حالة تقيم معي، صار في عنده كونسوليديشن، إصغاء الصدر ما عاد متناظر، ما عاد في دخول الهواء للطرفين بالصدر، صار في طرف أكثر من طرف، هون بتروح باتجاه الجرثومي، بتعطي جرعة من سيفوتاكسين، بتعطي صورة صدر، بتعمل سحب غازات دم شريانية، بتعمل زرع دم، بتعمل تحليل سي بي سي وسي ار بي. فلا تكون يعني لا نكون كثير متسرعين بطلب الاستقصاءات، خاصة نحن بمنطقة ليميتد ريسورس، يعني ليميتد ريسورسز، ليميتد ريسورسز اي. تمام دكتور؟ تمام حكيم. تمام دكتور، فما تسرع حكيم بس تفضل. التهاب قصيبات شعرية شائعة جدا، انت بس تداوم على العيادة، بس تداوم على قسم الأطفال والإسعاف، راح تشوف مثلا مثل اليوم أنت بلشت اللهم صل على النبي بالموارس السريرية، فراح تشوف مثلا مثل اليوم نحن شايفين مثلا شيء 90 طفل بالإسعاف، حوالي 60 طفل التهاب قصيبات شعرية، طبعا نقبلنا منهم تقريبا 5 أطفال في المشفى، والباقي بيروحوا على البيت، يعني لأن أعمارهم فوق 3 شهور، أعمار 6-7 شهور، هو تحت السنتين بيكون غالبا اللي هو التهاب القصيبات الشعرية. تفضل دكتور، شو سؤالك؟ حكيم، عدت عليك شيء حالة التهاب قصيبات شعرية بدون ارتفاع حرارة؟ طبعا دكتور، في التهاب قصيبات شعرية بدون التهاب ارتفاع حرارة، نعم، تكون حرارة 37.5 37، نعم. أنا شفت من فترة هيك طفل، يعني حتى أنه الدكتور هيك شخصه، بس يعني قلت بالعادي الإنتان يعني بيرفع الحرارة، فتفاجأت. صح يعني. صح دكتور، بعض الإنتانات الفيروسية مثل ار اس في، مثل الإنفلونزا، عفوا الإنفلونزا بيرفع حرارة كثير، مثل البارا إنفلونزا، الرينو فيروس، رينو ريهيا فيروس، هذول حرارة ما بيرفعوا كثير. السؤال ممتاز دكتور. أيضا الشيء بالشيء يذكر، أنا بحب أقول شغلة، أنه ممكن تكون حرارة الولد 38.5 38.7، وهو التهاب قصيبات شعرية، وما تسرع وتقول هي ذات رئة جرثومية. التهاب قصيبات شعرية يعني ما بكون ولد توكسيك، ما بكون انسمامية، البكتيري ما بخبي حاله، البكتيري بيهلك الولد هلاك. يعني هون مثلا قال لك الولد عم بيرضع ثلث الحاجة أو نص الحالة حاجة، بكتيري بالعادة جرثومي يعني بيمنع الولد من الرضاعة تقريبا بشكل شبه تام، يعني الولد ما فيه ياخذ ربع الرضاعة بس، مش شرد أو بصيرة تحويلات. تمام زملاء، فينا ننتقل للحالة الثانية. حكيم بس كملخص، يعني انه كيف منعالجه؟ بس انه العلاج دكتور، ايه برافو، شكرا. العلاج دكتور، اذا الولد اكسشته تحت ال 94% 92% هذا قبول في المشفى، اذا الولد عمره تحت 3 شهور شهرين قبول في المشفى، اذا الولد عمره مثلا 10 شهور، خلينا نحكي السيناريو الشائع، ولد عمره 10 شهور عنده عدد مرات تنفس 45، ولد عنده عم بيرضع مثلا 70 75% 80% من حاجته، عنده طحة ولهتة، ما عنده حرارة فوق 38 39، ما عنده، هذا الولد بروح على البيت، تعطيه الوصفة التالية: سي سيروم، جاست رش مفرزات لتنظيف الأنف كل ساعتين، تحط له 3 نقط بكل أنف مع رش مفرزات كل ساعتين 3. شو بتعمل أنت؟ بتوصف له إرزاز سالبو، إرزاز سالبو بيعمل كل 4 ساعات إرزاز، بيعمل إرزاز، بعدين أمه بتضف له أنفه من المفرزات، تريحه 10 دقائق، بعدين بترضعه، خلي ترضعه نص رضعة ربع رضعة أول يوم، كل ساعتين 3 تحاول ترضعه، بعد 4 ساعات بترجع تعيد الكرة نفس الشيء، بترجع بتعمل له إرزاز، تحط له سيروم الحليب أنفه، تضف له أنفه، بعدين بترضعه، ترضعه نصف جلوس، تشطيحته، تشطيحة على الظهر، بتعلي تحت كتافه تحت ظهره تحت راسه نصف جلوس مشان ما يتشردق، مشان يخف الحمل التنفسي. إذا الولد سخن فينا نعطي له تحميلة سيتامول عيار 120 ملي جرام أو 125 ملي جرام عند الحرارة، نتجنب الشرابات الخموية قدر المستطاع مشان ما يشردق الولد فيها. ممكن نعطي سيتامول إذا الأهل رفضوا التحاميل، لكن الأهل بالعكس بيحبوا التحاميل، لأن هي بتعمل يعني علاج وريكفر، وأفضل أفضل يعني للولد، بيرتاح تحميلة، امتصاص عبر المستقيم أسرع وأفضل من امتصاص عن طريق إيش؟ الفم، وأسرع. تمام زملاء، ممكن نعطيه إرزاز مثلا أتروفين
مثلا هلا بعد 6 ساعات ارزاز فنتولين معلش، بس بالعاده ما بنعطي ارزاز كورتيزون ولا بولميكورت ولا بنعطي ارزاز بنزونايد ولا كورتيفين ولا بنعطي ارزاز ادرينالين على البيت. الادرينالين ممكن تعمل ارزاز في المشفى تحت عينك حتى ما يصير خطا اثناء تطبيق الادرينالين. يوم يومين ثلاثه الولد بتحسن وخلص بتيب ان شاء الله تعالى مستقبليا. اما اذا كان عمره شهر، عمره اسبوعين، عمره شهرين وتحت، لا تفكر تبعته على البيت، فكر بعته على المشفى مباشره. الأعمار صغيرة ممكن يوقف نفسه، ممكن يزرق، ممكن يطح ويلهت ويشرد برضعة ويصير عنده توقف تنفسه ويحتاج إلى إنعاش قلبي رئوي، وبالتالي لا سمح الله بنسبة يدخل بالوفاة. لا تبعته على البيت. تحت السنتين، عمره مثلا 20 شهر، 18 شهر، سنة ونص، هذا بتعالج بالبيت بالآلية الإلكترونية بس. طبعا بتقول للأهل على علامات العودة الفورية، صار يزرق الولد عنده زرقة مركزية على المشفى، صار يرضع أقل من 50% من حاجته على المشفى، تطور عنده حرارة 39 وأكثر على المشفى، الولد صار في عنده نوبة بزرقة مركزية مثل ما قلنا، صار في عنده عدد مرات تنفس أكثر من 50 إلى 60 بالدقيقة على المشفى، ما تستنى عليه. إذا كان في عندك علامات في السماعة مثلا بطرف في خفوت أصوات والطرف الثاني في وضاحة، مثلا الطرف الثاني انتشار الرئة مو كويس، هون لا على المشفى، بده قصور الصدر، بده غازات دم شريانية، ممكن يحتاج تطبيق الصدات الوريدي. تمام زملاء؟ في سؤال؟ طيب ما في سؤال، نحسن ناخذ الحالة الثانية. طيب ننتقل للحالة الثانية. في عنا حالة استسعال مزمن. History of Donna is a 12-year-old girl seen in the general practice surgery with her mother. في عيادة الجراحة العامة جبيل تبع الجراحة، طفلة عمرها 12 سنة اجت على العيادة. This is her fourth visit in 3 months. صار 3 مرات أو عفوا 4 مرات بتجي على العيادة خلال 3 شهور. Her initial presentation was with headache, fever, malaise, sore throat and symmetrical non-priority crush on her arms and hands. عندها صداع وعندها حرارة وعندها تعب وعندها التهاب بالحلق وعندها طفح غير حاك متناظر على إيديها وذراعين. These lesions varied in size and character. هاي الآفات تختلف تتنوع بحجمها وصفاتها. Some being simple red macules and others being up to 2 cm in diameter with a central slightly dusky center and surrounding halo of varying erythema. يعني هاي الآفات تختلف مرة هيك مرة هيك، أحيانا بتكون صغيرة أحيانا تكبر، أحيانا تكون غامقة، أحيانا تكون محاطة بهالة مع الحمرات. Diagnosis of viral infection was made. شخصوها التهاب فيروسي يعني إمتان فيروسي. However, these symptoms progressed to include a cough productive of white spot tube. على كل حال، لكن هاي الحالات، هاي الحالة تطورت وتم حقيقة تطور سعال منتج لقشع أبيض. The computer records show that the emergency GP they cancelled at the time heard some crackles throughout the chest and prescribed a course of clarithromycin. طلعنا على القصة السابقة، لقينا أنه والله هي كان في عندها بعض الخراخر في الصدر وتم وصف كلاريثروميسين الشك بالإنتان الجرثومي غير النموذجي الأيتيبيكال. All Donna's symptoms have resolved. كل العلامات السريرية شفيت except for the cough. بس ظلت عم تسعل. This is mostly during the day and is not waking her or her family. هي عادة بتصير الساعة خلال اليوم بس ما بتفيق ولا تفيق عيلتها بالليل. It's disrupting her life because she is being sent home from school and her parents have secluded her from sport.
يعني هالشيء أثر على حياتي اليومية، صاروا يبعتوه من المدرسة على البيت، وصاروا ما بقى يبعتوه على حصص الرياضة. It's a spasmodic and productive cough that comes in pots, which is inhaled. Which are occasionally severe enough to cause vomiting. أحيانا بضل تسعل 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 سالة تشنجية غير منتجة حتى تراجع. Another GP gave Donna a trial of inhaled salbutamol but with no apparent improvement. أعطوها تجربة من السالبوتامول بس ما تحسنت منيح. She has never had any obvious nasal symptoms. من قبل ما كان عندها أي مشاكل أنفية. Donna is otherwise well and recently started her periods. She is fully immunized. هي كويسة، منظرها مي انسمامية، مي تعبانة كتير، وهلأ ببلش عندها دورة شهرية. She is fully immunized، ممنعة بشكل كامل لقاحاتها، مطعمة. Her father has a history of asthma. أبوه عنده ربو. Her mother تدخن but not around the children، مو حوالين الأطفال. There is no history of recent foreign travel and no family history of contact with tuberculosis. لا يوجد قصة ل يعني زيارة أجانب، أو ما في قصة عائلية أو تماس مع مرضى عندهم سل. الفحص السريري. Donna's looks well. هي وضع جيد. Her height is on the 91st centile and her weight 75 centile. طويلة وزنها كويس. There has been appropriate weight gain since her illness began. وزن عم تتولي يعني عم تكسب وزن كويس. She is not clubbing or animated. هي ما عندها تبقرط بالأصابع وليست شاحبة، ما عندها فأردام. She is afebrile. ليس لديها إيش؟ حرارة. There is no significant lymphadenopathy. لا يوجد اعتلال العقد لمفاوية يعني واضح. Examination of her ears, nose, throat is normal. فحص الـ ENT جهاز العين، عفوا الأذن والأنف والحلق طبيعي. النبض 72. Her pulse is 72. Her heart sounds are normal and there are no murmurs. ما في عندها نفخات، ما عندها أصوات قلب. Inspection of the chest is normal and her respiratory rate 18. تأمل الصدر طبيعي وعدد مرات تنفس 18 يعني كويس. Expansion, percussion and auscultation are normal. تمدد الصدر والقرع والauscultation are normal. Examination of the abdomen is unremarkable. فحص البطن ما في شيء. الاستقصاءات CBC طبيعي، عدد الدم الكامل. Full blood count, FBC. C-reactive protein, CRP طبيعي. ASR, erythrocyte sedimentation rate طبيعي. Chest X-ray for 6 previously was also normal. So the questions are, what are the differential diagnoses? What are the most likely diagnoses? What was the rash? What was the management? Could anyone answer these questions? First of all, what's the differential diagnosis for this case? This is a chronic cough case with a gateway V's. As you show, this is the examination is unremarkable for the abdomen and chest and auscultation, and there is no failure to thrive. There is no any complication. There is no travel history. There is no also contact with tuberculosis. طيب زملاء، مين عنده شو اسمه جواب؟ تشخيص تفريقي لسؤال مزمن. طبعا هذا السؤال اجى بالدورة الماضية والقبلة. دكتور، فينا نقول عنه بسبب التدخين السلبي؟ يعني تدخين سلبي ممكن، أو ممكن ربو، بس هون بالقصة ما في وزيز والتهاب أنف تحسسي.
بين برافو برافو عليكي، هذا هو الصح. يعني هيك التشخيص التفريقي بيكون. كمان حدا من الزملاء بيشاركنا رأيه؟ دكتور ممكن ده بسبب القلس الجيرد. ممكن بسبب القلس الجيرد، برافو. أيضا أسباب السعال المزمن متنوعة، ممكن التحول المزمن. دكتور ممكن التالي للإمتهانات التنفسية المتكررة بيزيد حساسية مستقبلات السعال. برافو، كتير كويس، كتير ممتاز. أوزات رئة وسل كمان. ممتاز، أحسنتم. ذات الرئة بتعمل حاد، ممكن كمان بعد الإمتهان الرئوي ممكن يصير سعال مزمن. طيب ممكن سعال ديكي. سعال ديكي ممكن، بس هي مطعمة ملقحة كل لقاحات، عمرها 12 سنة، فشوي مستبعدة. طب هي عندها راش صح؟ عندها سكين راش صح؟ حدا بيربط الراش سكين راش مع القصة؟ هذا عنده اقتراحات؟ معلش لخصنا القصة، يعني الأعراض. اي دكتور عم تسمعوني؟ طيب كيف وجود جسم أجنبي مثلا ممكن؟ برافو، ممكن جسم أجنبي، أحسن. القصة هي وما فيها، عندنا طفلة عمرها 12 سنة، صار اجت على الإسعاف 4 مرات خلال 3 شهور الماضية، وهذا الشيء يعتبر كثير. ليش؟ على الأغلب يعني عندها سعدة مزمنة، بس عندها دكتور عندها شوف عندها إريثيما وعندها سكين راش، يعني عندها طفح جلدي، وهي ملقح لقاح كامل، الفحص الصدر كله كان طبيعي، بس هي اجت هالمرة إشو؟ عندها قشع أبيض وعندها سعلة مضبوط، وعرضها يعني تدهورت شوي، وابوه عنده ربو صح زملاء. فلذلك ان احنا التشخيص التفريقي ممكن يكون متنوع كثير، فمثل ما قالت الدكتوره انه ممكن يكون احنا في عنا يعني بوست انفكشن اللي هو اشياء واحد، ممكن يكون عنا بوست انفكشن صح زملاء، ممكن يكون في عنا مثل ما قلتوا انتم انتان تنفسي متكرر، الربو، التهاب الانف التحسسي، السعال غير المزمن غير النوعي، ممكن مثل ما قلتوا اسباب بيئيه، ممكن كمان بعض الامراض، ممكن شغله هي اعتياديه، يعني هي بتعمل هذا الشيء، السعال الاعتيادي، انه هي وممكن انتم قلتوا حضرتكم كثير ممتاز، انه احد الدكتورات قالت ممكن يكون سعال ديكي، ممكن يكون لايك بيرتاسيس، ممكن. بس هي في عندها أشياء زملاء، عندها أشياء طفح. ممكن يكون حصري. دكتور ممكن يكون عندها ذات رئة بالميكوبلازما. أحسنتم دكتورة، برافو. لأني ليش قلت هيك دكتورة؟ شو اللي وجهك للميكوبلازما؟ بسبب الحمامة عديدة الأشكال، عندها أشكال مختلفة. برافو دكتورة، برافو دكتورة. إذن ممكن يكون هذا التشخيص اللي يكون راجح. دكتورة جاوبت، برافو الزملاء اللي جاوبوا، دكتورة سندس جاوبت، دكتورة مين كمان؟ ممكن حمى وردية حقيقي. برافو دكتور، برافو. الحمى الوردية بتكون بالعادة في عندها الطفح الوردي، بيكون حقيقة بيصيب الأعمار الأصغر، وبيكون حرارة شديدة كتير، ممكن يسوي اختلاجات. إذا زملاء برافو، لقد أثريتم الموضوع. خلينا ننتقل للأجوبة. Cough is one of the commonest symptoms in childhood and indicates irritation of nerve receptors within the airway. إذا السعال هو واحد من أشيع العلامات في الطفولة، والذي ممكن أن يشير إلى تهيج المستقبلات العصبية في الطرق الهوائية. التشخيص التفريقي هو عبارة عن الأشياء الأرجح اللي هي recurrent viral upper respiratory tract infections اللي هو انتانات التنفسية العلوية. Very common
in all age groups, شائع جدا في كل المراحل العمرية, but more so in the infants and toddlers, أشياء ما يكون في الرضع والدارجين أو يعني بداية مرحلة الطفولة المتأخرة أو يعني الطفولة اللي فيها بداية اليوفع. Asthma unlikely without wheeze or dyspnea, ممكن يكون في عنده ربو لكن غير مرجح إذا ما في وزيز أو شدة تنفسية ضائقة تنفسية. Allergic rhinitis often nocturnal due to post nasal drip, التهاب الأنف التحسسي اللي هو بيكون عادة التسييل الأنفي الخلفي الليلي, بالليل بصير الأنف ينقط ويعمل تنقيط على الصدر ويثير السعال المزمن. التشخيص التفريقي الرابع هو chronic non-specific cough, التهاب والسعال غير النوعي المزمن probably post viral, لهذا قالت عنه الدكتورة اللي ممكن يكون بعد الانتانة الفيروسية, هذا كمان ممكن يكون أحد الأسباب. With increased cough receptor sensitivity, bravo, والذي يزيد من حساسية المستقبلات السعال. 5 post infectious, بعض الانتانات pertussis, بعض الانتان بالسعال الديكي اللي هو whooping cough like illness can continue for months following pertussis adenovirus mycoplasma and chlamydia, ممكن يضل يسعل الولد أشهر بعد السعال الديكي وبعد الأندينوفيروس وبعد الميلكوبلازما والكلاميديا. إذن هذا أنت كتير بتجيب العيادة بقول لك دكتور والله الولد طاب بس الساعة بسعود, كل شيء طاب بس الساعة بسعود. هذا الولد إذا كان عنده مثلا كلاميديا ميلكوبلازما أدينوفيروس أو سعال ديكي أو حتى انتانات الفيروسية ممكن يضل يسعل الولد فترة طويلة لأشهر. recurrent aspiration, الاستنشاق المزمن اللي أنتوا حضرت تكون عليه اللي هو gastroesophageal reflux, القلس المعدي المريئي, ممكن يضل الولد يستنشق ويسعل ويدخل بحلقة مفرغة. environmental, حلقة مفرغة شلون؟ السعال المزمن يؤدي إلى القلس والقلس يؤدي إلى السعال المزمن وقد يسبب ويحرض الرب ويؤهب له. environmental, especially smoking active or passive, مثل ما قالت الدكتورة السعال اللي السلبي أو الإيجابي اللي هو البنت مثلا عمرها 12 سنة طول المدرسة تعلمت من زميلاتها تدخن, هذا الشيء موجود في المدارس وعم نشوفه, أو ممكن أهلها عم دخنوا بالبيت وبأرجلوا كمان هي بتدخن معهم بشكل سلبي. supportive lung disease, supportive lung disease مثل cystic fibrosis, primary ciliary dyskinesia اللي هي انتانات المتفاقمة بسبب أمراض رئوية مزمنة خلقية وراثية مثل الداء اللي في الكيسي وعسر التنسج, عسر حركية الأهداب, عسر حركة الأهداب. tuberculosis, السل ممكن يكون إذا كان يعني, والهبت هي عندها عادة. الشرح للموضوع, Dana is otherwise healthy with no evidence of any chronic disease and she has a normal chest x-ray. Dana هي طبيعية ما عندها أي مشكلة, ما عندها أي مرض مزمن, ما في أي دليل على المرض المزمن. ليش؟ لأني طولها كويس ووزنها كويس, ما في حرارة وفحص سريري, صورة الصدر طبيعية. Although her father has asthma, she's no convincing features of atopy and she didn't respond to inhaled salbutamol. يعني أبوه صحيح عنده ربو بس ما في مظاهر مقنعة بالقصة السريرية إنه هي عندها تأتب وما عندها استجابة. يعني إجا دكتور تاني قال لهم بعدين يا أخي خلاص خلينا نجرب له رزاز بالسالبوتامول بس ما تحسنت, فمعناته هي most likely مش أزمة, هي مو ربو. The history is not the recurrent aspiration, ما في قصة للاستنشاق المزمن. The abrupt onset of symptoms with systemic features suggests infection and description of the cough is spasmodic. Spasmodic parts with occasional vomiting is that of pertussis-like illness. يعني دانا عندها علامات على مظاهر سريرية بتقترح الأنتان مثل إيش؟ وصف السعال إنه هو التشنجي, الولد سعال تشنجي بعدين بتراجع, هذا بيشبه سعال الديك اللي هو المقيئ تتقيئ بعد السالب. This can continue for months for infection, هذا ممكن يكون أشهر بعد الإنتان. As she can chronic non-specific cough
following a viral infection. يعني ممكن هذا الشيء يكون بالإنفلونزا إنتان فيروسي، ممكن برا إنفلونزا، ممكن RSV بس بالعمر RSV غير مش غير مرجح نادر، ممكن يكون يشبه السعال الديكي. The acute history is very typical although not specific for mycoplasma pneumonia infection. الصورة السريرية كثير typical، كثير نموذجية، على الرغم من أنها ليست نموذجية نوعية، يعني هي نموذجية ولكن غير نوعية للميكوبلازما. This etiology is supported by the rash. أنا ركزت لكم على الراش بالقصة، مظبوط زملاء؟ Which has the characteristic clinical features of erythema multiforme, as expected from the name. Erythema multiformes has numerous morphological features, but the diagnosis is made on finding the classical target-like papules with an erythematous outer border, an inner pale ring, and a dusky purple to necrotic center. الوصف الجلدي هذا بتاخذوه بالجلدية، كثير بيحبوه اخوتنا جماعة الجلدية، بيقول لك الحمام عديك الأشكال زملاء، كيف نوصفها؟ بتساعدنا كثير. حمامة عديد الأشكال لها العديد من المظاهر الشكلية، والتشخيص يبنى على أساس وجود شيء كلاسيكي اللي هو مثل علامة الهدف target like purple، خطاطات علامة الهدف، يعني محيط أحمر بيكون مثل الخاتم، يعني وجواته إيش؟ فاهي كاشف شاحب، يعني مثل الخاتم من برا غامق أحمر ومن جوا كاشف، تمام؟ ممكن يكون المركز متنخر. It's occasionally mistaken of urticaria. ممكن أنت تقول هذا الشيء والله طفح جلدي شري. But erythema multiformes is largely asymptomatic and the lesion don't fade without 24 hours. لكن بتكون طفح الحمامة عديد الأشكال زملاء غير إيش؟ غير يعني غير سريري. And the lesion don't fade. الآفات لا تذهب، يعني ما بتروح، ما بتختفي بعد 24 ساعة. الشري بالعادة بيختفي بعد 24 ساعة. Infection frequently mycoplasma is one of numerous causes. عادة الإنتان بالميكوبلازما. طبعا هون أنا عندي كمان شغل أنتوكم إياها مرة بالمحاضرة السريرية بالمدرج، أنتوكم إياها بي كمان الاستاجات، إنه بين عمر 5 إلى 15 سنة السعال المزمن، السعال الحاد اللي فيه مواصفات جرثومية، شك بالميكوبلازما، شك بالكلاميديا، شك بالليجونيلا، يعني شك عندك شك سريري بالأيتيبيكال، ذات الرئة اللانموذجية، ذات الرئة اللانموذجية المقصود فيه ذات الرئة بالميكوبلازما أو ذات الرئة بالكلاميديا أو ذات الرئة بالليجونيلا، ده المنطقة. هون بهالحالة هاي is one of numerous causes. No treatment is indicated. يعني هي صار لها 4 شهور عم تسعل، ما في علاج يعني مستطاب للحالة غير العلاج للسعال. هلا بقلكم كيف نحسن نعالجه بشكل عملي. The symptoms cause an understandable distress and anxiety, and they believe that there must be something wrong and that treatment is necessary. الأهل يا دكتور والله عطي سعال صار لأربعة شهور، إيه ما لقيت لنا حل، يعطينا دواء يزبط السعالة، بركي دكتور تشخيص غلط، عمل له طبقي محوري، عمل له تنظير قصبي، عمل له نظائر مشعة، بركي معها دقلي في الكيسي، بركي معها سرطان. يعني عم تسعال يا دكتور هلكتنا. طبعا هي بالليل ما بتسعد، شفتوا حضرتكم بس بنهار. طبعا هون اثر عليها، بابا تروح على رياضه مدرسه، قالوا بقى تيجي معك مشكله، صاروا يتنمروا عليها، لا يكون معك سل، لا يكون معك ربو. طبعا هون اغلب المدارس بيقولوا او اغلب التشخيصات بيشخصوها ربو. ليش؟ عم تسعد كثير وابوه عنده ربو. طبعا خطا تشخيص الربو هون. As in Donna's case, children must have ortho clinical evaluation to exclude serious and treatable pathologies. طبعا احنا ليش عملنا هاي الاستقصاءات؟ عشان نشوف هل عندها ربو، هل عندها توسع قصبي، هل عندها دقلي في كيسي، هل عندها عسره حركه الاداب، مشان هالشغله تتعالج.
this plus an explanation that they can expect the cuff to take months to resolve is usually adequate to reassure families. هون لازم تطمن العائلة وتقول لهم يا جماعة والله الحالة هي بسيطة، هي كان عندي التهاب بالميكوبلازما، كان عندي التهاب بالجرثومة والحمد لله طابت بالجرثومة، لكن السعلة ممكن تستمر أشهر. حتى نحن بنقول للمرضى المرضى السعال الديكي ممكن اسمه مرض 90 يوم يعني أو 100 يوم، ممكن الولد يضل يسعل 3 شهور أو 100 يوم. Explore the reason. هون لازم تشوف وتستعرض الأسباب behind their anxiety and encourage return to a normally a knowledge knowing that no harm is being done. بتقول لهم يا جماعة ما في أي ضرر، ما في أي مشاكل، طمنوا لا تقلقوا، الوضع كويس كتير، ترجع لحياتك الطبيعية المدرسية والرياضة. A watch hand weight policy is best. Resisting any pressure to the investigator, investigate further or to try other treatments such as inhaled steroid. هون يعني خلينا نشوف ونستنى، يعني هي هون بيقول watch and wait، يعني خلينا نشوف، خلينا نصبر، خلينا نشوف وضعه، ممكن طيب يومين ثلاثة أسبوع تتحسن، نرجعوا بعد أسبوع لعندي بطمنكم، ممكن بعد شهر نعمل تنظير قصبي إذا حبيته، بس إن شاء الله بكون طابت، ما في داعي للتنظير قصبي. The one thing the family can do is to ban smoking. أهم شيء إنه أهلها ما يدخنوا، لأني ليش مثل ما قال الدكتورة إنه بجوز أهلها عم بدخنوا وهني عم بقول والله ما مدخن بالبيت وهني بدخنوا بالبيت. In the house and this could be the spur for her mother to give up all the gather. يعني خلي أمها تبطل التدخين، مستفيد من ناحيتين. وأبوها إذا كان عم بدخن. Cough is one of the common symptoms in childhood and is usually due to viral respiratory tract infection. السعال هو أشياء واحد من أشياء أمراض الطفولة، لذلك غالبا يكون بسبب الانتانات التنفسية الفيروسية. A chronic cough may indicate a serious disorder and all such children should have all the clinical review to exclude the significant pathology. السعال المزمن يجب ويستطب البحث عن أسباب جدية عند كل هؤلاء الأطفال، يجب أن يستقصوا وتعمل فحص سريري جديد ويروح ويجوا كذا مرة لعندك، ممكن تطلب صورة صدر، ممكن تطلب تحاليل. لكن هون بهالحالة هاي هون المرجع بيقول إنه ما له علاج، ما بدأ علاج. طبعا هون أنت بهالعمر 12 سنة في شيء اسمه البرونكوفام أو الأكتيفيد الأحمر أو الكولد أند فلو ريد، اللي هو شراب بيحتوي على أنتي هستامين، ديكستروميثورفان اللي هو مثبت سعال من القشرة المركزي، وجوافنزين مقشع ممكن يحتوي كمان على السيتامول أو الأثرين الأحمر، أثرين ريد، أثرين بدياتريك ريد، شراب يعني. طبعا فينا نوصفه، هذا بثبت مستقبلات السعال المركزية، توصفه خمسة أيام. طبعا بتأخذ موافقة الأهل لأن هذا بينعس وممكن ينيم، إنه ما بصير تأخذه غير بالليل، تأخذ خمس سنوات مثلا بالليل كفية لتاني يوم، ما بصير تأخذه لما تروح على المدرسة، ما بصير تأخذه لما تروح على الرياضة، ما بصير تأخذه لازم يضل تحت إشرافكم بيقفلوا مفتاح، ما بصير يأخذوا الأولاد تحت عمر ست سنين لأنه ممكن يعمل تثبيت للتنفس، ممكن يعمل نوم كتير عدد ساعات كتير، فما بنعطي. اللي هو فيه مادة هي السبب اسمها ديكستروميثورفان، مثبت سعال مركزي. فممكن ولد صغير يجي يقول والله الأهل حاطين الدواء مسيو على الترابيزة على الطاولة، إجا الولد صغير غب له غبة كويسة فوقف نفسه ممكن يموت. طبعا هون الترياق النوعي هو نالوكسون، نالوكسون إيمت نستخدمه؟ إذا كان صار تثبيت تنفسي للولد. طبعا نالوكسون بنعطي تحت الجلد وعضلي، ممكن نعطيه بالوريد تسري، لكن تحت الجلد وعضلي بالعادة بنعطيه بسرعة. طبعا زملاء ما لازم نحط هذا الدواء تحت إيدين الولاد لأنه خطير جدا، وما لازم نوصف إلا بإشراف طبيب مختص. أنا بنصح حضرتكم ما توصفوه أبداً، ممكن توصف مثلاً شربات السعال أول شيء تقول للأهل يأخذوا عسل، عسل الولد ممكن يأخذ معلقة عسل الصبح معلقة عسل المساء، ممكن تقول للأهل ما أخذ هيك عسل يأخذوا كاسة مية دافية يروبوا فيها معلقتين ثلاثة عسل ترويب ويشربون الولد، تمام زملاء؟ يخفف من هذا الشيء صبح ومساء لمدة أسبوع. ممكن نعطي كمان بعض الحالات بتعطي مثلا مثال بريدنيسولون عضلي او وريدي اذا الحاله كانت كثير كثير معنده وترافقت مع اختلاطات لا سمح الله.
ممكن هذا السعال المزمن يسبب نزف تحت الملتحمة، ممكن يسبب نزف ورعاف، ممكن يسبب مشاكل السعال الديكي تعرفوا من اختلاطاته، ممكن يسبب نزف دماغ أو مشاكل يعني حقيقة ريح صدرية أو ما شابه ذلك. لذلك أنت بتقدر الحالة وبتشوف إذا كانت مؤثرة بشكل كبير ممكن تعطي مضادات سعال في الممارسة العملية. شكرا لجميع الزملاء لإصغائهم وصبرهم. إذا حدا عنده سؤال تفضل يسألني. وان حكيم بس عن تشخيص التشخيص دكتور هو سعال مزمن تالي للإنتان. الإنتان هو غالبا بعد الميكوبلازما اللي هو أنا زللته هون رح أزلله مرة ثانية. دكتور شو اسم الدواء هذا كان يسوي نعاس؟ المادة العلمية اسمها ديكستروميثورفان. ديكستروميثورفان الدواء هو الأكتيفيد الأحمر هلا ما عاد موجود اسمه الجوريد. هلا اسمه التجاري الجوريد. الجوريد أو هل في عندك مثلا دكتور فلو ريد شراب، أو في عندك مثلا آثرين شراب أحمر. طبعا هو بيكون ألوان أصفر أخضر أحمر. أو في عندك كولد أند فلو ريد، وفي عندك كمان كولد أند فلو أنتي توسيف هذا أحمر. هذول يعني مستحضرات تجارية. بس نزلوا حضرتكم على سوق العمل يعني على الهيئة شوفوهم مندوب أو مندوبات الصيادلة بيعطوكم إياهم، بيعطوكم تفاصيل كتير كبيرة عليهم، بيعطوكم عينات مجانية. بتعرفوا الأسماء التجارية. تمام دكتور مشكور. حياكم الله دكتور. طبعا هون في كمان يعني احد الدراسات الثانيه اللي غير هالمراجع العلميه بتقول انه الارزاز بالكورتيفنت ممكن يكون مفيد، الارزاز بالاتروفنت ممكن يكون مفيد. طبعا حالات انت بتنتقيه يعني في اطفال بيستفيدوا واطفال ما بيستفيدوا، لكن الاغلبيه ما بيستفيدوا. انا نصيحتي الشخصيه على هذا الموضوع هي انه نبلش ناخذ عسل. عسل كثير كويس. ممكن نعمل بخار مي وملح. يعني شلون؟ نجيب جهاز الأرزاز ونحط فيه سيروم ملحي ونعمل بخار يعني أرزاز إن شاء الله 10 دقائق كويس جيد. يعني ممكن كمان في شيء تاني هو استنشاق هواء الفجر اللي هو على الساعة 5 الفجر كمان جيد. تمام زملاء؟ حدا عنده زملاء سؤال؟ إذن شكراً جزيلاً لجميع الزملاء. طبعاً الكتاب هذا أنا هون كمان بدي أخذ رأيكم مرة ثانية، هو كتاب جيد وفيه شغلات الشائعة. هذا الكتاب بيحكي عن شغلات الشائعة أنا بريد تسمعوا إنجليزي وبنفس الوقت أنا بترجمكم كل شيء يعني وبعطيكم ملخص. فتوقع هيك بصير عندكم شغف جديد لتشوفوا شيء جديد، تغيروا يعني طريقة أو موضة حقيقة دراستكم. شو رأيكم بالطريقة؟ طريقة كويسة دكتور وشيء جديد عم تنقلت وطريقة صنع معلومات مختلفة نوعا ما. نعم هذا الشيء العالمي وأنا بريد أحطكم بهذا الشيء بحيث إن شاء الله يعني درستوا من مرجع تكونوا familiar with this references textbook تتعرف كيف تقرأ هاي المصطلحات. طبعا اللغة اللي مختارة بهذا الكتاب لغة سهلة جدا الحمد لله مش معقدة والمصطلحات كلها معروفة. شكرا جزيلا، يسعد مساكم، آسف لغيابي عنكم الدرس الماضي. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.